طيب استاذ سهيل، حضرتك بس مش محرك عرايس لكن كمان بتكتب قصص للاطفال، ممكن تحكي لنا عن القصص اللي كتبتها وهل نشرت منها حاجات؟ لا انا يعني اشتغلت فتره في قناه براعم في قطر، يعني اللي هي تبع قناه جيم وكده، كتبت لهم افكار هناك واتعمل برنامج هناك كان اسمه العم مصلح، كان بيتعامل بالعرايس الماريونيت. وبرضو قناه المجد كتبت، شاركت في كتابه بعض الحاجات. يعني انا من شغلي في عالم سمسم عرفت ايه اللي المفروض يتقال للاطفال وايه اللي ما يتقالش، وايه المحاذير انك انت ما تقولش كلام مثلا وحش يتعلمه الاطفال. ونعلمهم قيم كمان طبعا، ومبادئ. السلوك والاداب بالزبط. والحاجات دي من المشاهد الكتير قوي اللي عملتها. فطبعا ده ايه، وانا عندي يعني استعداد للكتابه فابتديت اكتب وكده، لكن يعني بنحاول لسه ان شاء الله نطلع حاجات جديده. الله ان شاء الله. طيب استاذ وائل، عرفنا اكتر على قلق، واكيد في اطفال دلوقتي بيتفرجوا علينا فممكن برضو نكلمهم شويه بقلق. والله هو قلق ما كانش معمول للاطفال يعني قوي، هو كان برنامج كان في قناه نهار كان اسمه اطمن، وكان برنامج ده طبي، فهم كانوا عايزين شخصيه تطلع في الاول كده او لابس كرافات وقميص ومظبط نفسه كده ويطلع ايه يقول ايه الواحد مش عاجبه حاجه والدنيا، يعني يتكلم في مشكله اللي هو موضوع الحلقه، يعني مثلا معدته وجعاه والدكاتره بتقول له ما ترمرمش ومش عارف ايه وده وقلق بقى الان وكده وبعد كده تقوم ايه يخلص الفقره بتاعته ويبتدي بقى الايه البرنامج يتكلم عن المشاكل اللي يتكلم فيها قلق، اللي هي يعني بتبقى هي المشاكل المثارة في الشارع المصري. يعني ده برضو بيتحرك كده؟ ده نفس الكلام. انا ممكن صوت ضخم شويه. هو عادي خالص بيتحرك برضو قفاز. القفاز بس هو ايه ده برضو بيبقى مفترض ان يبقى معايا مساعد معايا فيه. بيمسك الايد الشمال. انا ممكن انا امسك لو تطول لحد هنا ممكن امسك ايديه. كده يعني ممكن ما نستغنى عن خليه بايد واحده. مساء الخير والشير وتوصيل الحقيقه للغير. انا اسمي ألا، احب اعرفكم بنفسي واني انا واحد تعبان، عندي مشاكل في القولون وعندي مشاكل كتيره جدا ومحتاج حد يحلها لي. رحت لدكاتره كتير فقالوا لي افضل شيء انك انت تعرض كلامك ده للميديا، وبما اني راجل اعلامي بطبيعتي فبحاول اوصل الافكار بتاعتي للناس. طب يا قلق انت عامل ايه في الكورونا؟ والله يا انا لحد دلوقتي مش لاقي كمامه على مقاسي. انا مش شايفاك مش لابس كمامه. في كمامه تركب في المناخير دي؟ هي الفكره في الودين. انا راضي ذمتك. في كمامه تيجي على مقاسي؟ ايوه هنلاقي لك اكيد يا قلق، بس انت لازم تاخد بالك. ان شاء الله هحاول في الفتره الجايه. شكرا يا قلق، نورتنا. عجباك يا قلق؟ دي حاجه بسيطه. شكرا يا قلق. شكرا. باي باي. حلو جدا حلو جدا.